يقول السائل: كيف بمن يصلي بالناس صلاة التراويح ثم في آخر الشهر يجمعون له تبرعات ويعطوها له، وهذه الظاهرة فشت في بلدنا في جميع المساجد، ما حكم هذه الأموال التي تعطى لهم؟ إن كان يشترط عليهم يقول: ما أصلي بكم إلا شرط أنكم تجمعون لي كذا وكذا من المال، هذا لا يجوز، لأن الصلاة عبادة فلا يؤخذ عليها أجرة. أما إذا كان ما شرط عليهم لكن هم من تقديرهم له ومساعدتهم له تبرعوا له بهذا الشيء، فلا مانع أنه يأخذ، وكونه لا يأخذ أحسن، لكن إذا أخذ وهو ما شرط عليهم فلا بأس. أما الذي يشترط يقول: ما أصلي بكم إلا بكذا، هذا لا تصح الصلاة خلفه. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يقول: أصلي بكم شهر رمضان بكذا وكذا، قال: ومن يصلي خلف هذا؟ من باب الاستنكار.